تعزيز التنافسية التجارة الخارجية للسيدة والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني الأحرار. تفضل سيد النائب. السيد الوزير، السيد الرئيس، عن تعزيز تنافسية التجارة الخارجية نسائلكم. جواب سيد الوزير. شكرا سيد النائب المحترم على هذا السؤال الهام. تنافسية ديال التجارة الخارجية المغربية وصلت لمستوى عالمي عالي. اليوم كنصدروا 420 مليار ديال الدرهم ديال المنتوجات المغربية اللي هي ضعفات 6 المرات خلال 24 سنة. 6 المرات. التنافسية مازال مقبلة على التعزيز، وكلما عمل من أجل تنزيل ميثاق الاستثمار، كلما عمل من سياسات صناعية، كلما يعمل من دعم المصدرين. راه كنا عندنا هذه 10 سنين 2000 مصدر وغير 1000 اللي كيكونوا بصفة منتظمة. اليوم وصلنا 6500 مصدر و4000 اللي كيصدروا بصفة منتظمة. تعقيب سيد نائب. شكرا سيد الوزير على هذه الايضاحات. سيد الوزير، المغرب اعتمد سياسه الانفتاح على محيطه الخارجي اقتصاديا منذ عقود. اكيد سيد الوزير بفضل هذه السياسه الصادرات المغربيه عرفت ارتفاع نوعي، حيث انتقلت الصادرات كما قلت سيد الوزير سنه 2000 من 8 مليار دولار لما يناهز 40 مليار دولار السنه الماضيه. ولكن اليوم خاصنا نحافظوا على هذا المنح الايجابي، وهذا المنح الايجابي ما نقدروا نحافظوا عليه الا بتوجيه الاستثمار الخاص والعام نحو القطاعات ذات القيمه المضافه العاليه. وخاصنا نحافظوا عليه بحث المقاولات المغربيه، خاصه منها المقاولات الصغيره والمتوسطه، على الانفتاح على المحيط الخارجي وعلى الاسواق الجديده بحال الاسواق الامريكيه، الاسواق الافريقيه، الاسواق العربيه، ولما لا دول جنوب شرق اسيا. لان اليوم الاسواق الكلاسيكيه كتستحوذ على ثلثي الصادرات المغربيه. وفي هذا الاطار وجب تفعيل الرؤية الملكية اللي جا بها الخطاب الملكي السامي بمناسبة المسيرة الخضراء، من أجل جعل الواجهة الأطلسية صلة وصل مع الأسواق الإفريقية والأسواق الأمريكية. وجب أيضا تقييم اتفاقية التبادل الحر المبرمة مع العديد من الشركاء. وهنا بغيت نرجع لاتفاقية التبادل الحر مع تركيا. سيد الوزير، هذه الاتفاقية تعدلت في 2021، والصادر وبفضل التعديل ديال هذه الاتفاقيه في 2021 الصادرات المغربيه نحو هذا البلد ارتفعت ب 55% من 2021 2022. وشكرا. هل هناك من تعقيب اضافي؟ تفضلوا سيد الوزير. شكرا سيد النائب المحترم على هذا التعقيب. اتفق معك 100%، يجب التنويع. وسيدنا الله ينصرو في اخر خطاب ديالو عطى التوجه ديال المحيط الاطلسي والانفتاح على المحيط الاطلسي. اليوم الصادرات ديالنا موجهه لعدد ديال البلدان، 20% اسبانيا، 21% 19% فرنسا، ولكن 5% لامريكا، 5% البرازيل، 5% الهند الى اخره. الصادرات ديالنا كيمشيو لجل البلدان، ولكن مهما قوينا الصادرات ديالنا في البحر الابيض المتوسط في الشركاء ديالنا في البحر الابيض المتوسط، اليوم خاصنا نشتغلوا وكنشتغلوا بجديه على برنامج جديد من اجل تقويه الصادرات ديالنا على المحيط الاطلسي. وشكرا.